يا ربي السلامه. هاد السيد هذا تيدير ديما هاد العمليه ديال النصب وكينصب على الناس كيف ما شفتو. السيد يعني تيبان بحال ما عندوش جوج ديال الرجلين، وفي الاخر دير فاصمه ودير الدم وحاط جوايات ديال الدواء وجمعهم. زعما كون ما حصلوش وكون ما داروش لي هاد الفيديو ما كنتوش غادي تشيقوا هاد الشيء اللي كتشوفوا دابا. غير كون عاودناه لكم ما غاديش تشيقوا، ولكن شو الناس في الموصلات بها كتبيع الدم ديال وجهها وكتشفي على الصحه ديالها. يا ربي السلامه والعافيه. ردوا بالكم، راه شي تعطيكم العاطفه انكم بصح كتبغوا تصدقوا لله في سبيل الله، ولكن بحال هاد النماذج خداوها مهنه. لان تفرجت في واحد الروبورتاج وبزاف ديال الطلابات يقول لك باللي كيدخلوا كشر من 1500 درهم في النهار، هذه القليله الا ما خدمش. راه ما بقات شيقه، ما بقيتيش عرف شكون اللي غتصدق عليه وشكون اللي ما غاديش تصدق عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى كيقول في القران: وتحسبهم اغنياء من التعفف. راه اللي ما عندوش ومحتاج اقسم بالله ما يدسرك ولا يحزرك ولا يقول لك اعطيني ولا مد ليا. الله يدير شي تاول ديال الخير، بارطاجيو الاخوان، اللهم يسر، الله يجيب التيسير.